من هالتفاصيل أيضا بمشوارنا الصباحي كمان أنه ناخد حكمة من هذا اليوم لنستعرضها أكيد ونتعرف إيش هي الحكمة. يسعد صباحكم مشاهدينا. بأولى فقراتنا رح نتناول حدث وإنجاز تربوي وتعليمي هام جدا، ويمكن نحكي بهالشكل الجديد، هو أول مدرسة للصوم في فلسطين وفي رام الله تحديدا. نعم، قد تأتي طبعا هالخطوة هي نظرا للاهتمام أيضا بحقوق الأطفال بشكل أخص، بالذات الأطفال الصم وحقهم في التعليم في مدارس خاصة لهم تراعي مرافقة كافة يعني أوضاعهم. أيضا تفاصيل أكثر متحدث عنها، عن هذه الخطوة وعن تفاصيل هذه المدرسة، هو من ضمن محطتنا الصباحية لهذا اليوم. يسعدنا الترحيب بالمتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مأمون عباسي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك في مشوارنا الصباحي. يسعد صباحك وصباح المشاهدين. يسعد صباحك أستاذ مأمون. نتحدث عن مدرسة الهلال الأحمر للصم واللي افتتحتوها بالأمس، يعني طبعا بتعاون مع وزارة التربية والتعليم. هذا الإنجاز الهام جدا لجمعية الهلال الأحمر، دائما رائدة بما يتعلق بالاهتمام بذوي الإعاقة وتحديدا الصم، ومترجمين ولغة الصم دائما، وكل الطاقم العامل في الهلال الأحمر دائما رائدين. شكرا على هذا الإنجاز، وتحدثونا أكثر من البداية لحد التتويج بالأمس. يسعد صباحك صباح المستمعين والمشاهدين. الحقيقة بأنه مدرسة الصم هي جزء أساس من برامج وعمل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وعمل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني متنوعة ومنتشرة ومتوزعة على كل أرجاء الوطن وخارج أرجاء الوطن. ما زال الهلال الأحمر يعمل في سوريا، في لبنان، في مصر، وفي قطاع غزة الحبيب، وأيضا في الضفة والقدس. أما فيما يتعلق في موضوع الصم، الحقيقة بأنه أولى الهلال الأحمر اهتمام كبير في موضوع الصم منذ يعني عودته إلى أرض الوطن. ولدينا بالمناسبة مدرسة لتعليم الصم، لكنها جزء من مبنى الإدارة العامة والمقر العام. وخلال السنوات الماضية الطويلة تراكم مجموعة من الإنجازات. يعني الحقيقة بأنه المدرسة فيها أكثر من 80 طالب وطالبة، تجاوز بنجاح الثانوية العامة أكثر من 76 طالب وطالبة ما شاء الله، وانتقلوا للجامعات، ومنهم من تخرج وحصل على شهادات بكالوريوس مختلفة ومتنوعة. وبالمناسبة في منهم من داوم في الهلال الأحمر بعد تخرجه في مجال معين من المجالات، سواء إدارة أو مالية. هذه التراكمات الحقيقة بأنه أفضت إلى وصولنا إلى مرحلة لابد من تخصيص مدرسة خاصة للطلاب الصم، خاصة وأنه مثل ما في المقدمة طرحت الموضوع، حسب رأينا وقناعتنا هو ليس مجرد مشروع وبرنامج. الموضوع بالنسبة للهلال الأحمر هو حق لهذه الفئة التي لا تنقص عن الآخرين شيء، حق إنها تتعلم. لا ينقصها الذكاء، لا ينقصها القدرة، لا ينقصها الإرادة للتعلم، ولا العكس. هناك عديد من القصص التي تثبت بأن لديهم إرادة وإصرار وعزيمة على التعلم والتطور بشكل لافت. صحيح. فجاءت هاي المدرسة. المناهج أيضا، عن الطاقم العامل في المدرسة، عن يعني تفاصيل أكثر من طبيعة العمل الأكاديمي كيف رح يكون أيضا هناك. نعم، في السابق لحد لغاية يوم أمس كانوا مخصصينهم الطابق الرابع في المقر العام، محصورة الغرف الصفية ومحصورة الإمكانيات. لكن بافتتاح المدرسة، وهي مدرسة متكاملة
هون بيجي التخصيص الكامل لفئة الصم، يعني متوفر في المدرسة كافة الصفوف المطلوبة، المختبرات، المكتبة، غرف الألعاب، المواد المساعدة، لأنه كما تعلموا بأنه تعليم الصم مهمة شاقة وصعبة. يوجد طاقم من المعلمات عندنا يزيد عن 25 معلمة، لابد من ابتكار أساليب جديدة لإيصال الفكرة والمعلومة، وبالتالي هذا الطاقم يسعى من أجل من خلال المدرسة الجديدة بالإمكانيات المتوفرة في المبنى من أجل تحصيل أفضل أسلوب للتعليم لهؤلاء الطلاب. بالمناسبة هي دائما بالمشاركة، شغلنا طالما هي مدرسة بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم، نحن نطبق ونعلم المنهاج الفلسطيني بالكامل، والتعاون كبير مع وزارة التربية والتعليم. هناك أكثر من 18 مدرسة من المدرسات على كادر التربية والتعليم، وهذا نوع من الدعم والإسناد لهذه المدرسة، وهذا نوع من المشاركة الفعلية والحقيقية من قبل التربية والتعليم. مأمون، نتحدث عن المساحة الخاصة اللي أنتوا أفضيتوها للطلبة، يعني بتحكي من طابق رابع جوا الهلال، حركة الطلاب مش زي ما حركتهم تكون جوا مدرسة، الساحات الخارجية، حصص الرياضة واللعب، أيضا مساحة التعليم. دائما لما بنقول يمكن الطالب لما يكون بجو الدراسة، وشاهدنا الطلبة ما بين في فترة كورونا ما بين التعليم الإلكتروني أو التعليم المدمج، جو المدرسة له طابع نفسي وتأهيلي، ويمكن يكون حافز دائما للتحصيل العلمي. وانتو حققتوا إنجاز لما بتقولي من 76 طالب يا أما أو من 80 طالب في 76 قدموا ونجحوا وتفوقوا، أنا متأكد أنه 100% السنة الجاية هتكون نسب النجاح. لا، هو تصحيحا للمعلومة، هو على مدار السنوات الماضية تجاوز امتحان الثانوية العامة أكثر من 76، لكن بالصفوف المختلفة من أول الثاني عشر في عنا ما يقارب 80 طالب. أعتقد بأنه مع وجود المدرسة الجديدة سيرتفع هذا العدد وسيستقطب طلاب آخرين. الحقيقة بأنه المدرسة ويمكن تصويرها وإلقاء النظرة عليها هي كاملة متكاملة، ستنعكس إيجابا على نفسية الطلاب، نحن متأكدين من ذلك، لأنها مدرسة بكل معنى الكلمة على الطراز الحديث، وفيها كل المتطلبات التي تساعد وتساهم على إيجاد بيئة يعني سليمة للطالب، خاصة وأنه هؤلاء الطلبة أيضا هم بحاجة إلى بعض النشاطات اللامنهجية التي تعزز ثقتهم بنفسهم، تعزز دورهم، وتعزز دمجهم بالمجتمع. وبالتالي نعم، المدرسة هي نقلة نوعية، هي إنجاز مميز، نتمنى على الله بأنه يتطور أكثر وتكون البرامج أكثر، لكن هي المدرسة مهيئة لكل أساليب التدريس وللأنشطة اللامنهجية والرياضية منها وكل أنواع الأنشطة. تمام. يعني كنا ذكرت عن المناهج، عن الطاقم العامل في المدرسة أكثر. إحنا لما نتحدث عن منهاج بعام أكاديمي بشكل عام، وهلأ مع يعني اختلاف الأجيال كمان بصير بدهم يعني ما يجذب أكثر للطالب، بالذات الأنشطة والمواد التفاعلية أكثر، فقديش راعيته هاي النقطة كمان في المدرسة عندكم؟ يعني سبق ذكرت لكم بأنه هناك بعض يعني هناك اهتمام أساسي في المواد التفاعلية والمواد المساعدة في التدريس، لأنه لإيصال الأفكار أحيانا أنت تحتاج مع طلاب الصم إلى ابتكار أساليب جديدة. نعم، إحنا بالتراكم إلى تجربة الماضي وبالإمكانيات الموجودة سيكون العام القادم هو عام مميز وحافل كل أشكال النشاطات التي تعزز الجانب الأكاديمي والجانب الشخصي لدى هدول. وهذا إن شاء الله اللي حنشوفه خلال الأيام القادمة، وأيضا حيكون لنا جولة داخل هذه المدرسة ولقاء في هؤلاء الطلبة وأيضا الفقر التعليمي. شاكرين لكم جهودكم أستاذ مأمون عباسي المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وكل طواقم العمل من الصم وأيضا من الطواقم الموجودة، يعطيكم ألف عافية. أشكرك. شكرا لك.